وقعت وزارة التربية والتعليم وهيئة الطاقة المستدامة ومجلس التنمية الاقتصادية وشركة جي اتش اس اليابانية وشركة أبشر البحرينية اتفاقية لتوليد الطاقة الشمسية في 3 مدارس حكومية وفي معهد البحرين للتدريب بالوزارة، وذلك ضمن برنامج الحكومة وتوجهاتها نحو استخدام الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية في تجربة هي الأولى من نوعها في الوزارات الحكومية. وحضر حفل التوقيع الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، وتشمل في مرحلة أولى من التجربة 8 مدارس حكومية إضافة إلى معهد البحرين للتدريب. وفي كلمته الافتتاحية توجه سعادة الدكتور ميرزا بالشكر والتقدير للقيادة على الدعم اللامحدود الذي تحظى به هيئة الطاقة المستدامة، كما أشاد بدور وجهود سعادة وزير التربية والتعليم بتبني مشاريع ومبادرات الطاقة المتجددة في منشآت الوزارة ومبانيها، بما يعزز إسهامها في تحقيق التزامات المملكة والأهداف الوطنية المنصوص عليها في برنامج العمل الحكومي والخطط التنموية الشاملة. من جانبه أشاد سعادة وزير التربية والتعليم باهتمام مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقا من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة. هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم تؤكد الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمساندة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه. اليوم تدخل مدارس البحرين الجانب الإنشائي مرحلة متقدمة ضمن جهود لتوفير الطاقة، وضمن الجهود أيضا التي في نفس الوقت أن تكون هذه المباني مباني صديقة للبيئة، وسوف ننظر إن شاء الله أيضا في المستقبل للتوسع في هذا الجانب بالاستفادة من الطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا ينسجم في الواقع مع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من اهتمام بالجانب البيئي وبجانب الطاقة سواء من حيث الكتاب المدرسي أو من خلال الأنشطة. بتنفيذ هذه الاتفاقية فإن ذلك سيوفر حوالي 30% من تكلفة استهلاك الكهرباء لهذه المدارس، وبحسب الاتفاقيات فإن الشركات المشاركة الفائزة بالمناقصة سوف تقوم بتمويل وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية لمدة 20 عاماً مقابل تعرفة تقل عن التعرفة الحكومية. وفي هذه الحالة فإن وزارة التربية والتعليم ستستفيد من انخفاض كلفة الكهرباء بنسبة حوالي 30% بدون أن تتحمل أي تكاليف أو عباء مالية.